صوتك ناعم قوي ما شاء الله، هادي بس كده. بس في بخل، في لا بخل، ما هي عارفه اللي هو بتغني. ايدك فيا عليكم كده. لا طب ما كمل الاغنيه اللي جايه هطولي فيها شويه. اطول؟ ايوه ايوه يا ريت. هو خطيب بيغني، هنخليه يغني معاكي لا غصب بجد احنا والله. عايزين نستمتع بس لا بصوتها. غصب اختبار. طب روان قولي لي ازاي الموضوع تدرج معاكي بقى من حفلاتك في المدرسه لحد ما بقيتي تعملي حفلات بيحضرها جمهور؟ اوكي، انا لما بدات اغني في الجامعه اكتر بدات احس ان انا، لا انا مبسوطه باللي انا بعمله ده، ودي اكتر حاجه انا ببقى مبسوطه وانا بعملها. فالواحد لازم يعمل في حياته اللي بيعمله اللي بيحبه، فقررت انه طب لا، يعني انا مش هقف هنا بقى، انا عايزه ليه ما يبقاش عندي باند. فبدات ادور ايه اللي اصلا اعمله علشان يبقى عندي باند، اكلم الميوزيشنز ازاي، طب اكلم الاماكن اللي انا عايزه اغني فيها ازاي. كل دي بقى بروسس على مدار مثلا سنه ونص، يعني خدت فتره الكورونا دي مقدسه ان انا بعمل الباند بتاعي برافو علشان عليكي. اول ما يمكن ناس تخلص. كتير اجلت احلامها في الكورونا، انت اشتغلتي وقت الكورونا. انا كان نفسي اطلع قبل الكورونا، بس الكورونا ادتني وقت اكتر ان انا ابني فيه اللي انا عايزه اعمله باتقان اكتر. فطلعت الحاجه في الاخر، البرودكت النهائي طلع شكله حلو جدا، والناس كانت مبسوطه قوي في اول حفله عملناها. بس طيب روان، غالبا كده البنات بتميل حتى لو صوتهم كده دافي وحنين زي صوتك بيميلوا للغنى الغربي اكتر. انتي ما شاء الله عليكي في الشرقي، بتغني شرقي وبتغني مظبوط، ايه اللي خلاكي مثلا تحب الشرقي؟ يعني اغلبيه الناس فاكرينها موضه، لا ده انا بغني غربي بس او بغني النوع ده من الستايل ده من الغنى. ايه اللي حبيبك في الشرقي؟ بص معرفش، بس من وانا صغيره، من وانا في المدرسه بحب قوي مثلا اسمع ورده، بحب اسمع شيرين. يعني الناس بقى كانت بتيجي، اللي هو كان في ساعتها مغنيين بقى غربي كتير قوي طالعين بالظبط. موضه بقى، وكله حاطط الهيدفونز في ودنه وبيسمع وبتاع، بس انا ما كانش الحاجات دي خالص بتشدني. كنت بحب اكتر، يعني بحس المعاني واصله اكتر بالعربي بصراحه بالنسبه لي، يعني والاحساس والكلام ده صح. مش عارفه ايه اللي خلاني اميل ليها، بس انا من وانا صغيره بحبها. ف طب فاكرة أول أغنية غنيتيها سواء أيام المدرسة أو الجامعة وكنتي بتحبيها قوي؟ لا أول واحدة دي صعبة طب خالص. تاني واحدة؟ بصي ياه، لا أول واحدة مش هقولها لك. لا بجد مش فاكرة، مش فاكرة طب خلاص غني أي حاجة يا روان، غني خلاص. طبعا مش سامعيني مشكلة دلوقتي. تفتكري. طيب تسمعوا؟ طيب اكدب عليك بما اننا بنتكلم على يلا ورده. بينا. طبعا ماشي طبعا طبعا، هحاول دي اطول فيها طولي شويه شويه عشان عيش بقى. عيش حاجه.